قالوا عن الانتخابات الرئاسية 2024. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: مشاركة المواطنين يبعث رسالة مهمة ومشهد راقيا يكشف عن رغبة حقيقية من المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات. رغدة نجاتي عضو مجلس النواب: مشاركة المرأة تدعو للفخر وتكشف حرص السيدات على المساهمة في صنع مستقبل مصر. رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ: مصر تعيش عرس ديمقراطي، وظهر ذلك من خلال مشاركة جميع فئات الشعب المصري. أيمن محسب عضو مجلس النواب: مشاركة الشعب المصري تعكس الوجه الحضاري لمصر وإدراكه للتحديات. الفنانة نادية مصطفى: ضرورة المشاركة بالانتخابات وإبراز صورة مصر الجميلة للعالم كله. وصرح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأن الانتخابات الرئاسية 2024 الإقبال على اللجان يؤكد وعي المواطنين وإصرارهم على أداء حقهم الدستوري. وأشاد البرلماني السابق الدكتور سعيد حسين بمشاركة المواطنين الغير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية 2024. ومن ناحية أخرى أضاف حساسين بأن الانتخابات الرئاسية رسالة واضحة للخارج وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن. فكل التحية للشعب المصري الحبيب.